بنات، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. فيديو جديد من اليوم بعيدا عن الدي ام. اشتريت شويه اغراض من شيئين، اول مره كنشتري لبس من شيئين. بغيت نجرب ونعطيكم رايي في المنتجات اللي من شيئين. اول حاجه غنوريكم، طبعا غنوريكم حوريكم الاثمنه لان كله عندي بالتليفون، ويعني تقريبا هذه المنتوجات كلها عملت تقريبا اقل من اسبوعين لوصلت لفرنسا عندي. المهم انا كل وحده حاقول لكم على الثمن بتاعها. بيجوا على هالشكل البلاستيك هيك. اوب، طبعا انا خليتهم في البلاستيك بتاعهم، لسه ما نظفت ولا شيء، لسه ما عملت ولا شيء، بس اوريكم الاثمنه كمان. في هذا البلوز او الشميز كتير حلوه، عجبتني على المانكان اللي لابساها، وانا بحب اشياء يعني من هال شو اسمهم، هذا البلوز هذا بيعجبوني كتير، جايه على هالشكل هذا تتلبس هيك. بصوا الالوان كتير حلوه وناعمه، عندها ربطة تحت هيك، وتوب كتير حلو، يعني منه كاليتي كتير حلوة. عندها هنا مثل، أوريكم أقرب هيك، مثل تحت الكمام هيك، وعندها ربطة ورا العنق، وفا مش ربطة يعني هيك بتتربط، تجي على هالشكل بتتربط هيك من وراء، بتوصل تقريبا بتغطي شويه تحت، بتغطي شويه تحت البطن. وتوبها كتير حلو، والالوان عجبتني كتير قلت ليش لا، ممكن تتلبس كمان في الصيف في البرد هذا مع مونتو يكون كتير يعني كتير سخن. اوريكم الاثمنه يا بنات. اوب، الأثمنة ما لقي، ما لقيتش، ما عرفتش فين هي الأثمنة. إيه يا مرتو، هذه تقريبا منها كتيرة، تقريبا 14 أو 15 أورو. هذه أول حاجة. الحاجة الثانية هذه المهم تحط على الأرض. الحاجة الثانية اللي عجبتني كتير هذه مش لهلا للصيف، بتيجي على الشكل كتير حلوه، بتجيب اللبس النهار ان شاء الله لما البسهم. وهذا حاولكم هذه من شيئين، كتير حلوه هذه، طبعا للصيف. عندها الدونتيل، بتيجي على الشكل الدونتيل بتاعها على الجوانب هيك، كتير عجبتني هذه، لونها تقريبا زيتي واسود هيك، بتيجي على هالشكل هذا هوك. اوب، للصيف كتير حلوه هذه كمان. الاثمنه مش غاليه كتير. شوفي هذا صراحه هذا اشتريته بس للبيت، انا بيعجبني الحاجات تكون عريضه شويه، في الالوان، في جميع الالوان، في مثلا ابيض على اسود، في ابيض اخضر، في احمر، هذا بيجي على هالشكل، بيجي كتير حلو لوز بالنسبه للناس اللي بيحبوا يلبسوا الحاجات العريضه هيك. بس بشيئين لازم يعني تاخذوا، مثلا لو كنتي بتلبسي اس لازم تاخذي ام، ولا كنتي بتلبسي ام لازم تاخذي ال، وهكذا مع شيئين. خديت كمان هذا، اول مره قلت حجرب حشوف، هذا كتير حلو مثل هذا اللي لابسه انا، بس هذا اللي لابسه مش من هذا اللي لابسه انا، بيجي تحت البيلوفر او هيك، بيجي على هالشكل، بس هذا ما اشتريتوش انا من شيئين، لما لقيتهم قلت اجرب، لو نفس الكاليتي ليش لا. وهذا تقريبا ثمنه 25 اورو، هذا تقريبا اقل من 16 اورو، بيجي على هالشكل، في دونتيل هيك كتير حلو، وبالايدين كمان فيه دونتيل، بيجي على هالشكل. ممكن تلبسوه مثل ما لابسه انا هذا البريك تحت
تحت اي شيء تحت شوميز هذا وبيبين مثلا بيبين كتير حلو، بس هذا كيف قلت لكم منه من شيئين، بيجي على الشكل. وفي عندهم الوان، في البوردو، في الاخضر مثل هذا، في الاسود، في كتير كتير الوان. والماركه تاعتهم الاستيك الاستان يعني، ها كتير كتير حلو ورخيص. يعني لما تشوفوا في الشيئين تدخلوا تشوفوا يعني، والماركه كتير حلوه والاثمنه كتير مناسبه. شو اخذت تاني؟ اخذت بلوز كمان قصيره هذه، بس هذه بلبس يعني لو لبستها بلبسها مع شيء اطول من تحت، لان عندها تحت البطن. وشو عملت؟ قلبتها هاد الالوان، انا بحبهم الالوان هذه كتير حلوه، بتيجي على هالشكل يا بنات هيك. قصيره من هون، بس فيك يعني فيني البس معها حاجه طويله عشان اغطي البطن وهيك. كتير كتير حلوه بتجي في اللبسه هذه. عندها الكمام بوفون يعني كمام عراض، بيجوا على هالشكل. وعندها الاستيك، الاستيك هون، هادو الكمام. بصوا يا بنات والالوان كتير حلوه، كتير كتير هادية، وبحبها كتير الالوان هيك. يعني هذا فيك تلبسها مع شميز او بول او اي حاجه من تحت، وعلى هالشكل هذا بنات. بصوا كتير حلوه هادي. شوفي يا بنات اشتريت كمان ماسك على هالشكل، على الموضة في نجمة هيك تقريبا أورو 65 تمنه، بيجي على هالشكل الماسك. أورو 65 لازم ألاقي الأتمان بنات، ما عرفتش وين راحت لي الأتمان، بس أشوف وأقول لكم الأتمان الأتمنة، ما عرفتش وين ضيعت كله. وفي كمان اخر حاجه مش لاقيه الاثمنه بنات، مش لاقيها. اخر حاجه في هاد الشوز هذا او الباسكيت، او كتير عجبني انا لونه ذهبي، هو اللي دارج يعني تقريبا الناس بيلبسوا اللون الدارج تقريبا، بيجي على هالشكل كتير حلو بنات. يعني لما تروحي تعملي اي كوفن او تروحي تشتري اغراض او شكلك تلبسيها، انا مش لابسه معاها شوسيت هلا، بيجي على هالشكل بنات. بصوا اوبلا، لو عملتها تاني حقع. بيجي على هالشكل بنات، كتير كتير حلو. وتاخذوا الرقم بتاعكم المزبوط، انا بلبس 38 اخذت 38 حلو، بيجي على هالشكل بنات. كتير حلوين، هذه ثمنها تقريبا 16 او 17 اورو. وانتم عارفين بان هالايام هاد السميل الابيض دارجه كتير لما بيكون السميل هذا الابيض. المهم بنات هادشي اللي شريت انا من شيئين عشان اجرب. اخر شيء بيجامه، قلت ليش لا، بشوف كتير ناس بيشتروا هيك، وانا بخاف من صراحه ما بحب اشتري من الصين او هيك، بقول لا هما صغيرين يعني ممكن يجوني مش حيجوا على قدي او صغار او هيك، بس صراحة الكواليتي كتير حلوة عجبتني، ونفس اللي اختاريتي بيبعتوه لك يعني نفس الصورة اللي شفتي بيبعتوها كتير حلو. خدت بيجامة على هالشكل بنطلون هذا، وفي عند طبعا عندهم الوان، في ثلاث بياسات البيجاما، فيها 3 بياس او 3 البياسات طبعا، هذه للصيف على هالشكل. اوب تيجي على هالشكل البيجاما بنات، عندها هاي هون مثل الخط هون، ومثل القطن توب قطني يعني، ممكن حلا هلا تلبسيها لانها شويه سخنه، توب القطن. وبصوا الكواليتي كتير حلوه، انا عجبتني الكواليتي.
بتاع هذا البينوار بتاعها او الغوب دو شومبو بتاعها بتجي هيك تتلبس فوق هيك بنات وطويله. بصوا بنات طويله يعني مش قصيره، انا بتوصل لي لا شويه فوق الركبه هيك بنات على هالشكل، كتير حلو كتير كتير حلو. بس بنات شوفي تاني في حاجة أخيرة أخيرا وآخرا هتقولوا شو هاي، أنا ما أنا مصاصة يا بنات، هذه بس للحمام هوريكم عشان يعني عشان الإجرين تحت الإجرين عشان نقي الإجرين، حتى لسه ما فتحتها أنت أوري للبنات وبعدين او ممكن تحطيها على كمان لديكور للحمام بتيجي كتير حلوه. ايه ما بدات ما بدات ايوه بتيجي على هالشكل بنات هوب. وهي لشو؟ للرجلين، تحطي بها الرجلين هيك في الحمام يعني بتيجي كتير حلوه. افتحها هلا واشوف مثل المصاصه، بس هي بتحكي بها رجلك تحت يعني في الحمام بتحكي بها الاجرين تحت هيك كتير كتير حلوة يعني. بس يا بنات هادو هما الاشياء اللي اشتريت من شيئين، يعني قلت اجرب ليش لا. بس والاتمنة، الاتمنة صراحة منا غالية كتير، الاتمنة كتير مناسبة يعني في متناول الجميع. بس بنات كتير انا عجبوني وصراحة جربتهم، ما لبستهم غير يعني اخذت شفت اذا المقاس عليا او لا، بس لسه ما غسلتهم لسه ما عملت فيهم ولا شيء. كيف جاوني حطيتهم قلت لبعدين اوري للبنات مشترياتي من شيئين، ان شاء الله يعجبوكم يا رب. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير، واقول لكم احنا على ابواب استقبال السنه الجديده ان شاء الله، يا رب تكون سنه سعيده على الكل وتزيح هالغمه الامراض وهالغمه تاع الفيروس تشال يا رب العالمين. واقول لكم سنه سعيده والى اللقاء في فيديو قادم، مع السلامه.